Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. أحلى صباح عليكم. النهاردة بقى جينا لكم بأحلى كلب جولدن يا جماعة، لكل الناس اللي بتحب الكلاب الجولدن وطبعا الحيوانات الأليفة اللي متاحة ان انت تربيها في البيت عندك. طبعا الكلاب الجولدن من الكلاب الهادية جدا ومن الكلاب اللعبية جدا ومن الكلاب اللي دمها خفيف جدا جدا وبتحب صاحبها بطريقة رهيبة جدا. كلاب الجولدن من ضمن الحيوانات الأليفة اللي هي مخصصة للزينة أو حاجة زي كده، كمان من الكلاب الحنينة جدا على أصحابها، وكمان طبعا الناس أجمعت إن دي الكلاب اللي هي متاح إنها تتربى في الشقق، يعني فاهم كل حاجة. الكلب اللي معانا النهاردة ده دكر جولدن يا جماعة، عنده سنة ونص، واخد كل التطعيمات بتاعته، وكمان الدكر ده متاح إن هو يتجوز صاحبه وعايز يبيعه في أسرع وقت طبعا لظروف خاصة عنده. رقم التليفون بتاع صاحب الكلب ده لو انت حابب تتابع معاه 010-930-8-46-45. طبعا هو ما قالناش على اي اسعار، هنقول الرقم تاني 010-930-8-46-45. ده رقم صاحب الكلب ده، هو ما قالناش على اي اسعار. حضرتك لو انت محتاج تتابع معاه هتتابع معاه عن طريق الفون، واكيد هيتابع معاك بمقاطع فيديوهات اكتر من كده. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه ديت، وربنا يوفق البائع والمشتري ويحسن سوق الحاجه دي يا رب. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل متابعينا، واحلى مساء عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen.